استقبل الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول رشاد محمود رئيس هيئة الاركان المشتركة الباكستانية الذي يزور مصر حاليا يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة من وزارة الدفاع تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود في ضوء تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقه، وفتح افاق جديده للشراكه والتعاون العسكري المتميز بين القوات المسلحه لكلا البلدين في العديد من المجالات. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه، وعدد من كبار قاده القوات المسلحه.